اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العالم. جاء في الزمان احتجاجات جنوب العراق تدخل اسبوعها الثاني بزخم اقوى. ونطالع في العربي الجديد، تفريق تظاهرتين في بغداد وانتشار أمني بمحيط المطار. مشرف الخليج الإماراتية تحت عنوان محافظات جديدة تحتج في العراق وحرق صور الخميني. ونطالع في العرب اللندنية، الحكومة تحذر من توسع المظاهرات واستهداف شعبي لمقار الأحزاب المتورطة في الفساد. جاء في الهيانات، مفوضية حقوق الإنسان تكشف عن انتشال 2089 جثة من تحت الأنقاض في الجانب الأيمن للموصل. نشرة في الشرق الأوسط، روسيا تقصف الجنوب السوري من أجواء إسرائيل. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في القدس العربي، صدمة في أمريكا بعد تصريحات ترامب ضد مخابرات بلاده وتأكيد ثقته ببوتين. أهلا بكم. التظاهرات الغاضبة التي انطلقت في وسط وجنوب العراق ليست كما يسخفها البعض بالقول إنها موسمية مرتبطة بالمناخ الحار، أو هي مطلبية تتعلق بخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب فحسب، إنما هي انتفاضة شعبية سلمية رافضة لسياسات الحكم ومرتكزات الفساد التي هيمنت على الحكومات منذ 12 عاما. مجلس أمراء يرى في صحيفة العرب اللندنية أن هذه التظاهرات هي انتفاضة ضد سراق المال الشعب، سراق مال الشعب العام الذي حولته الأحزاب الحاكمة إلى واحد من أفقر شعوب العالم والمنطقة، معتقدة أنه رغم ما يصيبه من كوارث بسببها سيظل خاضعا مستسلما محني الرأس. توهمت تلك الأحزاب أنها ما زالت قادرة على اللعب بمقدراته وتركه أسير الإحباط والضياع تحت شعارات الدين والمذهب التي سقطت حينما تخلت تلك الزعامات عن حقوق الناس. فالمواطن الشيعي أو السني أو الكردي يريد كما وعدوه كذبا ودجلا احترام إنسانيته ومنحه حقوقه في الحياة في بلد من البلدان النفطية الغنية. تلك الزعامات المتغطرسة سارعت خلف المال والجاه والسلطة إلى تغطية سياساتها الدكتاتورية عن طريق صناعة العدو، فمرة البعثيون ومرة أخرى الإرهاب وداعش، لكن العراقي الشيعي أسقط تلك اللعبة، وحين وجد أن تجديد تلك الهيمنة يتم عبر الانتخابات قاطعها بنسبة 80% في الانتخابات الأخيرة. مدن الوسط والجنوب الشيعي هي التي تنتفض، وهي ليست مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل التي أخرجت من درب المواجهة السياسية مع السلطة بعد تدميرها وألصقت بمطالبها المشروعة قبل عام 2014 مختلف تهم الإرهاب ثم الداعشية. فليستطيع أحد من أقطاب الزعامات الشيعية اتهام المتظاهرين في النجف والبصرة والناصرية والعمارة بمؤامرة الإرهاب أو داعش؟ الكاتب يقول إنما يخص هذه الانتفاضات الموجودة في مدن ووسط وجنوب العراق هي انتفاضة حقيقية عبر التظاهرات والاعتصامات، وهي عفوية وليست موجهة وليست منظمة سياسيا، وليس من يقف وراءها وراء تنظيمها، لأن أحزاب السلطة الحاكمة تضع أي تنظيم سياسي معارض في خانة الإرهاب، ولأن الحكومة ورئيسها لا يعترفان بالفشل، ودلا من ذلك يديرها بالتدابير الأمنية كما تعرف، عن طريق تطويق مناطق التظاهرات وقطع الانترنت وتقديم بعض الوعود التي تدين سلوك الحكومة وتخصيص 3 مليارات دولار لإعمار البصرة، وكأن المال لم يكن موجودا سابقا إلا حين حانت ساعة الحساب والغضب.
قال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التظاهرات التي يشهدها جنوب العراق هذه الأيام سببها الإحباط الدائم للعراقيين لسوء الخدمات وعدم توفر فرص العمل. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن كل ذلك جعل من الغضب الشعبي دافعا للمحتجين إلى إشعال النار في مكاتب الأحزاب السياسية ومقرات الميليشيات وتعميق حالة من عدم اليقين بشأن البلاد والمستقبل السياسي الهش. الصحيفة بيّنت أن هذه الاحتجاجات تأتي في وقت حرج بالنسبة للحكومة التي أصيبت بالشلل منذ أن انتهت ولايتها وأصبحت مشلولة بعد الانتخابات في أيار الماضي، حيث يتم الآن إعادة صياغة بطاقات الاقتراع بعد تأكيدات على تزوير النتائج. وأفادت الصحيفة بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي تنطلق فيها التظاهرات، على الأقل بسبب نقص الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة. فاستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة ترك الناس يلهثون حول مكيفات الهواء، ولقد ساءت الظروف هذا العام بسبب الجفاف الشديد الذي قلل من توافر المياه، وقرر إيران بقطع الكهرباء التي تصدرها إلى العراق بسبب نزاع حول الدفعات المالية، ما يقلل بدرجة أكبر توفر التيار اللازم للحياة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التظاهرات تبدو أكثر انتشاراً وقد اتخذت نكهة سياسية ومعادية لإيران، حيث يحول المتظاهرون الكثير من غضبهم ضد الأحزاب الشيعية التي هيمنت على السياسة العراقية منذ 2003، وكذلك ضد إيران التي تحالفت بشكل وثيق مع المؤسسة السياسية الحكومية. وتختتم الصحيفة بالقول إن العراقيين يواجهون لومهم الكامل للحكومة بما في ذلك العباد والعديد من السياسيين الآخرين بسبب عدم توفر وتوفير فرص العمل وتهتك البنية التحتية برمتها وعدم تحسين الاقتصاد، فيما تنتشر ادعاءات الفساد على جميع مستويات الحكومة، كما أن العلاقة بين العديد من النخب الحكومية مع إيران عمقت الاستياء الشعبي. من هو المسؤول عن الفشل في العراق؟ هكذا يتساءل الكاتب. من هو الفاسد ومن هي الجهة التي تحرم العراقيين من خيرات بلدهم؟ بلد دجلة والفرات عطش، بلد أكبر ثالث احتياطي نفطي في العالم يعيش بلا كهرباء. حازم الأمين يقول في صحيفة الحياة إن مشهد الفشل الهائل توج بعنصر جديد، ذاك أن الاحتجاجات كشفت عن حقيقة مرة، وهي أن مطار النجف الذي أقفله المحتجون تديره ميليشيات 5 أحزاب من بينها حزب الدعوة الحاكم، وعلى هذا الصعيد تتفوق في بعثها على الذهول. الانتفاضة التموزية في المدن العراقية تمت أيضا بقرابة بؤر الانتفاضات التي تشهدها مدن إيرانية، لابد من التفكير بهذا طالما أنهما أي الانتفاضتان تجريان في الوقت نفسه وتستهدفان سلطتين تمتان لبعضهما بعضا بقرابة تصل إلى حدود الاستتباع، مع الحرص على لحظ فوارق بين النظامين لجهة أن التجربة العراقية عصية على أن يتم دحر انتفاضة فيها عبر إقدام السلطة على تعطيل شبكة الإنترنت، وهو ما فعلته الحكومة العراقية في استعارة أكثر من رمزية لتقنيات قمع طهران انتفاضات الإيرانيين المتتالية. والغريب في العراق أنه بلد غير مقفل، هذه الفضيلة الوحيدة المتبقية من خطوة واشنطن لإسقاط نظام صدام حسين، بلد غير مقفل وسلطة طائفية فاشلة مرعية إلى جانب معارضيها من قبل مرجعية دينية تقيم في النجف التي تسيطر على مطارها أحزاب السلطة، في وقت لا يستفيد أهلها الفقراء وأبناء عشائر محافظتها من الثروات المتكدسة على ضفاف الاستثمارات الكبرى التي تولت تأمين خدمات زوارها الذين تبلغ أعدادهم سنوياً عشرات الملايين. الكاتب يرى أن ما يجري اليوم في العراق هو انتفاضة على وقع انتفاضة موازية في إيران، وعلى وقع تغيير كبير في موقع طهران بعد حال التمدد الهائل لنفوذها في المشرق. هنا علينا أن ننتظر وأن نراقب،
إن ما يميز انتفاضة الجنوب العراقي الأخيرة عن سابقاتها في الأعوام المنصرمة، لا سيما في البصرة المدينة العراقية الغنية في نفطها والأشد بطالة وعوزا لمواطنيها، هو وضوح أسبابها وصدق أهدافها ونواياها الوطنية من خلال إعلانها الثورة على النظام الطائفي وفضح فساده الناتج من هيمنة أحزاب إيران على مقدراتهم وثرواتهم. هذا ما أشار إليه أمير المفرج بمقاله بصحيفة القدس العربية. شكلت أولوية قيام الجماهير الثائرة في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب العراقي بحرق وتدمير مقر الأحزاب الطائفية الحاكمة دليلاً واضحاً على الطبيعة الوطنية العراقية لثورة الجنوب واستقلاليتها عن أي نفوذ خارجي أو حزبي، وهذا ما يعطي لهذا الحدث المهم بعداً وطنياً مشابهاً للبعد الوطني لثورة العشرين. وعلى الرغم من أن أهم أسباب هذه الاحتجاجات التي شهدتها محافظات جنوب العراق هذه الأيام يكمن تفسيره في مشكلة الفقر والعوز وانعدام الخدمات الرئيسية كتوفير المياه والطاقة الكهربائية، إلا أن هذا الحدث المهم بتسلسل حلقاته وطبيعة أهدافه بات يشكل انعطافة مهمة وتحولاً سياسياً ومجتمعياً في طبيعة تطور المعارضة العراقية التي بدأت تشمل وسط وجنوب العراق لتتحول في النهاية إلى انتفاضة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة، انطلاقاً من كونها انتفاضة بريئة لم تأتي ولم تولد نتيجة معارضة سياسية أو توجيهات ودعوات حزبية أو طائفية، كما حول البعض التنديد بها أو تجييرها لصالحه، بل هي بمثابة بداية يقظة الجنوب العراقي للتحرر من قيود التدخل الإيراني الذي لم يجلب للعراق سوى الخراب الاجتماعي والاقتصادي. الكاتب يرى أن انتفاضة العراقيين الشعبية ضد الأحزاب الحاكمة ترجمت من خلال الشعارات المعادية للوجود الأجنبي الذي لم يجلب للعراق وللعراقيين سوى الخراب والطائفية ونهب الثروات وخيرات الأجيال القادمة، ليكشف للعراقيين زيف الديمقراطية والمظلومية التي روج لها الاحتلال الأمريكي والإيراني. حقيقة نحن محكومون بطبقة سياسية عميلة وغبية أجلكم الله في آن واحد، كل شرفها أنها كانت عميلة لأمريكا ولإيران لا أكثر، إذ قبل أن تتمكن إيران أو بالأحرى أمريكا من تحديد أسماء وأشكال عملائها كانت إيران قد حسمت أمرها مع عملائها. طالب عبد العزيز يقول في صحيفة المدى إن العملية السياسية على مدار 15 سنة الماضية لم تنتج سوى مجموعة من العملاء والأغبياء. واضح أن الجماهير التي انطلقت شرارة غضبها جنوب العراق لم يكن لها زعامة ما، لم تقبل برجل الدين ولا شيخ العشيرة قائدا في موقف واضح من بطلانهما معا، وفي يأس أكيد من أن أي من هؤلاء لن يكون مصدر ثقة من نجاح أي ممارسة مضادة لأداء الحكومة، إذ أنهم رجل الدين وشيخ العشيرة متورطون بالخراب ويشكلون جزءا فاعلا فيه ولم يقوموا بأي أداء حقيقي في ملاحقة الفساد، إن لم يكونوا العاملين على إدامته، وبذلك تشتق التظاهرات التي تجتاح وسط وجنوب العراق من نفسها قيادة لها لتكشف درجة اليأس التي بلغها الشعب في تعامله مع العملاء والأغبياء. من يشاهد جموع المتظاهرين من الشباب اليائس والمحبط والغاضب أيضاً بسبب السياسة التعسفية للحكومات المتعاقبة سيتوقع خروجهم بالأسلحة، لكنهم وبوعي بسيط أدركوا أن الأسلحة ستجلب الأسلحة، وهم يبحثون عن لقمة عيش كريمة ووظيفة محترمة، وهم ينشدون التغيير الكامل في إدارة الدولة، وهذا وعي حقيقي ما عادوا معه بحاجة إلى رجل بعمة بيضاء أو سوداء ولشيخ بدشداشة وشماغ وعقال لقيادتهم، فقد كانت التجربة قاسية لديهم مع هذين الصنفين. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن قيادات الأحزاب الدينية التي تحكم العراق اليوم خارج الزمن وبعيدون كل البعد عن مهمة قيادة البلاد.
هؤلاء ومن خلال تجربة شخصية وعامة استمرأوا العمالة وصارت نسيج أرواحهم. أما معيتهم فهم طبقة الأغبياء بلا منازع الذين لم يفقهوا بعد ماذا يعني أن تكون مسؤولا في الدولة، إذا عليهم أن يجنوا ما زرعوه بعمالتهم وغبائهم. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالا افتتاحيا تقول فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ بشأن روسيا. وتذكر الصحيفة أن ترامب يعتبر التوافق مع روسيا يعتبره أمرا إيجابيا وليس سلبيا، وهو موقف لا يعترض عليه بالأحرى أحد وفق الصحيفة، لكن الدول الغربية الأخرى قلقة جدا من محاولة ترامب أداء دور في الاتفاقات الدولية يمنح من خلاله الشرعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته الخارجية العدوانية. الصحيفة ترى أن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أن تعامله الدول الغربية بالندية، فالروس يعتبرون أنفسهم محتقرين من الدول الغربية، كما وصف بوتين سقوط الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، ويرى أن من واجبه استرجاع هيبة روسيا وعظمتها. ويفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معنى هذا الشعار لأنه يستعمله مع أمريكا. وتضيف الصحيفة أن روسيا تحتفظ بمركزها كقوة عظمى بفضل ترسانتها النووية ومصادر الطاقة التي لديها، وليس بفضل قوة اقتصادها الذي يتساوى مع الاقتصاد الإسباني. وترى الصحيفة أن ترامب منح بوتين ما كان يبحث عنه، وهو الاحترام والتقدير على الرغم من الاختلافات بينهما. وتضيف أن تحفيز بوتين لن يروق بالضرورة للدول الدائرة في فلك موسكو، لكن لا أحد يعرف ما الذي قاله الرئيسان في جلستهما المغلقة التي أبعد عنها أقرب المستشارين بمن فيهم جون كيلي رئيس موظفي البيت الأبيض. وتقول الصحيفة أنه على الرغم من اجتياح جورجيا وضم شبه جزيرة القرم وإسقاط الطائرات الماليزية والتدخل في سياسات الاتحاد الأوروبي المختلفة والسياسات الأمريكية والهجوم بمادة نوفيتش تشيك السامة، حصل بوتين على التقارب الذي كان يبحث عنه بشروطه، ولم تعد روسيا دولة منبوتة. بعيداً عن السياسة، تعمل شركة أستون مارتن البريطانية على تطوير طائرة بدون طيار فريدة من نوعها بثلاثة مقاعد بسعر يصل إلى 500 أو بالأحرى 5 ملايين جنيه استرليني. وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية فإن الطائرة تعتمد على 3 مروحيات في إقلاعها وهبوطها بشكل عمودي، وهو ما يعني أن الركاب لن يكونوا بحاجة إطلاقاً إلى أماكن فسيحة حتى يبدأوا رحلاتهم الجوية. وتتخذ الطائرة شكلا قريبا من الطبق الطائر من الأعلى بواجهة زجاجية فسيحة، وتفوق سرعة المركبة 200 ميل في الساعة الواحدة. يرتقب بالأحرى أن يجري إنتاج الطائرة على مدى 5 سنوات في إطار شراكة بين أستون مارتن وشركة رولز رويز وشركة كيس لتصميم الطائرات، فضلاً عن دعم حكومي. لكن الخبر السيء لمن ينتظرون هذه الطائرة بشغف هو أنها ليست مزودة بمقعد الإنقاذ القاذف، أي أنه في حال حصول حادث لن يكون بوسع ركابها أن يغادروها إطلاقاً لينزلوا آمنين بمظلاتهم على الأرض. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.